احنا مستمرين بعملنا، الخدمة تناسنا، الخدمة اهلنا، وهذا العمل نهائيا ما راح ينقطع. نطمح ان تكون منطقة المبرق والحي والقاطون حالة حال معقوبة جديدة توفر لنا كل الخدمات. انجزنا عمل 10,082 دار. هاي من ناحية التبليغ مالتها والخدمات مالتها. العمل هذا مو عن طريق الحكومة، لا المركزية ولا المحلية. تعتبر هاي المناطق هي مناطق زراعية. ولقينا صعوبة بالعمل مالها، منعنا من عدة جهات. الحمد لله والشكر إن شاء الله خلصت. بقت عندنا تقريبا 3 مناطق، خلال هاي 3 أيام 4 أيام تخلص وتنتهي.